الجائزة العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم الكوميديا الدرامي The Banshees of Inisherin في أسبوع عرضه الخامس بمجموع أرباح تجاوزت 7 مليون دولار. الفيلم من بطولة كولين فيرل وبراندن غليسون، ويتناول قصة صديقان تنتهي علاقتهما الطويلة بشكل مفاجئ والعواقب التي تلت هذا الانتهاء. كولين، سوني، لاري، didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. وفي المركز التاسع جاء فيلم الإثارة والرعب Pray for the Devil في أسبوع عرضه الرابع بمجموع أرباح تجاوزت 18 مليون دولار. Can't hear you. No. ومتراجعا من المركز الرابع إلى الثامن جاء فيلم الرعب سمايل في أسبوع عرضه الثامن بمجموع أرباح وصلت لـ 105 مليون دولار. Smiling at me. No! Oh my God! في المركز السابع فحل فيلم الكوميديا العائلي لايل لايل كروكودايل في أسبوع عرضه السابع وبمجموع أرباح تجاوزت 43 مليون دولار. Do you realize how different things have been since I met him? وفي أسبوعه الافتتاحي حل فيلم الدراما She Said في المركز السادس وبمجموع أرباح تجاوزت 2 مليون دولار. يحكي الفيلم قصة اكتشاف صحفيتين لقضايا تحرش خطيرة في هوليوود ونشرهما لتقرير هام، والذي تسبب لاحقاً في ظهور الحملة الشهيرة Me Too. A case I made was I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth, basically. وفي المركز الخامس حل الفيلم الرومانسي الكوميدي Ticket to Paradise في أسبوع عرضه الخامس وبمجموع أرباح وصلت لـ 61.5 مليون دولار. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. I'm counting the recovery. وبتراجع طفيف من المركز الثاني جاء فيلم الإثارة والفانتازيا Black Adam في المركز الرابع في هذا الأسبوع وبمجموع أرباح وصلت لـ 157 مليون دولار بعد 5 أسابيع من عرضه في دور السينما. He's been asleep for 5,000 years. You find us a cell that can hold him. We'll take care of the rest. أما في المركز الثالث فجاء العرض الخاص من الحلقة الأولى والثانية من الموسم الثالث من مسلسل Coming Home وبأرباح تجاوزت 8 مليون دولار. You were employed at the Homecoming Transitional Support Center. وفي أسبوع عرضه الأول جاء فيلم الإثارة والتشويق The Menu من بطولة رالف فيينس وأنيا تايلور جوي في المركز الثاني وبأرباح وصلت لـ 9 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول شابة تسافر مع زوجها لجزيرة نائية لتجربة مطعم فريد، حيث يقدم الشيف قائمة طعام فاخرة ولكن مع بعض المفاجآت الصادمة. I love you all. وأخيراً في المركز الأول جاء فيلم الإثارة والفانتازيا Black Panther Wakanda Forever مستمراً في تحقيق أرباحه القياسية التي وصلت لـ 288 مليون دولار بعد أسبوعين فقط من عرضه. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكي عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع، من أبرزها فيلم الدراما Bones and All من بطولة تيموثي شالاميت، وفيلم الدراما The Fabelmans من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة ميشيل ويليامز، وفيلم الرسوم المتحركة من ديزني Strange World.